مساء الخير، مساء النور، مساء السعادة على أغلى جمهور قناة الشروق وأوفياء، برنامج جلسة ونسا اللي يستناونا كل أسبوع. موضوعنا لنهار اليوم راح يكون سؤال: هل أصبح من الضروري على المرأة أنها تكون عندها شهادة باش تدير مشروعها؟ هذا واش راح نجاوبوا عليه في نهار اليوم وفي موضوع اليوم بعد ما يلتحقوا بيا زميلاتي. مساء النور، واش راكي؟ اتفقنا على الوردي. مساء النور أميرة. مساء النور. يلا مشاهدينا، نكملوا معكم حلقة اليوم ونبداو حلقة اليوم بعد هاد الجينجل الخفيف. نعود أرحب بكم مشاهدينا الكرام، ورحب بجميلات جلسة ونسا. واش رايكم؟ لاباس الحمد لله، كلكم جمال وأناقة. شكرا سمية، كلك جمال مذوقك. يلا موضوعنا النهار اليوم مقولة تقول: شهادتي في جهة ومشروعي من في جهة أخرى. عندنا بزاف أمثلة لنساء ناجحات ومثال المرأة الناجحة في عمل ربما أن شافوه ونشوفوه أنه حكر على الرجال، لكن سميحة دخلت هذا العالم ونجحت فيه. سميحة راح تكون حاضرة معنا في حلقة اليوم، تعمل في التوصيل بالدراجة النارية. مرحبا بك سميحة. اهلا سميحه، واش راكي؟ نشوفوا الاناقه. ما تقوليش كاع هذه تسوق موطور، تقولي ماشي كاع هذه اللي تسوق موطور، دير لا ليفريزون. مرحبا بك، مساء النور. مرحبا سميحه، كيف حالك؟ صباح الحمد لله، وانتم؟ الحمد لله الحمد لله. سميحه، كنا قلنا ان موضوعنا لنهار اليوم اسكو الشهاده اصبحت مهمه ومن بعد نديروا المشروع، هل اصبحت من الضروري؟ انت قريتي علم الاجتماع، علم النفس. علم النفس، انت قريتي علم النفس ورحتي درتي مشروع اخر، فاحكي لنا عن تجربتك. عن تجربتي، التجربه تاعي كانت كملت قرايتي، كملتها الحمد لله، درت سبيسياليتي. فكره بعيده ربما مشروع ولا ديري حاجه، الناس كاين بزاف بنات ما على باليش بداو بلي زاكسيسوار، ما على باليش حاجه صغيره يعني. فانت رحتي باسكو نحب الدراجات الناريه، نحبهم لي موطو، ملي كنت صغيره نحبهم، الو قلت علاش ما نديرش كيما راهم يديروا دراري فوالا لي غارسون جينيرال هما اللي يخدموا لا ليفريزون حنا في الجزائر. الو قلت نشري الاخر سكوتور ونبدا نخدم بها وميم تو جو غان لارجون فوالا. يعطيك الصحه. الله يسلمك. لا انا خليني نقول لك، العائله تاعك قلتي لهم راني حنولي نليفري، واش قالوا لك في الدار؟ امي، انا عندي امي كانت خايفه كأي أم جزائرية طبعا، باسكو الدراجة النارية واعرة بزاف، واعرة على الطفل وعلى الطفلة يعني، على الولد وعلى الطفلة بيان سور، يفو فيغ تريز اتونسيون في الطريق ايتو. قلت لها ماما، قالت لي ما بنتي، قالت لي نحي لي هاد ليدي، ديري واش حبيتي، نحي لي هاد ليدي برك من راسك، قالت لي نخاف عليك، لي شرا موطو شرا موتو صح، حنا هذا واش نقولوا. ابخي قنعتها بالعقل، قلت لها ماما نحبها، جو في فيغ اتونسيون، ومن بعد واش كتب لنا ربي مرحبا به، ما نقدروا نموتوا بالموطو كيما بالطونوبيل كيما ابيي، نقدروا نموتوا سيما كاتب الله ابخيتو، موت قدر. اي موت قدر. انا سؤالي نقول لك وشنو الصعوبات اللي لقيتيهم في هذا الميتي، لانه نعرف باللي ميتي ماشي يعني حكر على الرجال، حكر على الرجال اكثر. ما لقيتيش صعوبات انه هذه ددي لنا بلاصتنا، واش يدير يعني احكي لنا، خلي لك الكلام. هادو ما سمعتهم بزاف تاع تدي لنا بلاصتنا، ولا يشوفوك هكا في الطريق يقولوا لك او تبعتونا من في هديه، ماشي ماهيش مكتوبه تاع رجال، يقدر اي طفله تقدر اللي تحب بيان سور، انا ما نقول حتى واحد يديرها ولا اللي يقدر يحب حاجه يلحق لها. باك يقولوا لك هكا تبعتينا في هديه، انا ماني متبع حتى واحد، جاتني ليدي نحب لي موطو، قلت او ميم طون الحاجه اللي نحبها راني كيما يقول لك نمارسها فوالا، نسترزق بها اي فوالا. تخدمي ثاني في المساء؟ في المساء عندي وقت نحبسه اكالور سا ديبون، كيما في الصيف نقدر حتى ل 21 اور، ومام يا سيغتان اوندغوا اللي ما ندخلهمش، ما تروحي لهمش. واعر صح، تخافي. ما ربما انا نشوفك راكي كلك انوثه يعني، طال الله يبارك، شعر اناقه كلها، ما خفتيش ربما انه هذا الشيء ربما راح ينقص شويه من انوثتك ولا يغير في شخصيتك؟ ربما شيء بعيد كل البعد يعني على المراه، بعيد بون ماشي بعيد كل بعد عن المرأة نورمال، خاصة في المجتمع تاعنا شغل بون. هي لازم كي تكوني في الموطو تكوني لابسة سروال، سروال رانا كامل نلبسوه، ما عنده حتى علاقه يعني الموطو بالانوثه، زعما تروح لنا الانوثه ولا نو كونترير، نلبس نخرج. ما غيرتلكش في شخصيتك؟ ما غيرتليش كامل. ساره قبل ما تسالي سؤالك، هاي ساره راحت لاسيا، رحتي لبالي وشفتي باللي كامل وسائل التنقل تاعهم عن طريق بالدراجه، تما البي بي تاعها في الدراجه، يعني ثقافه سائده هناك. احنا برك ما عندناش هذه، احنا ما عندناش هذه الثقافه في الجزائر لحمايه البيئه وكل حاجه. ولضيق الطرقات ثم يستعملوا الدراجه الناريه ويروحوا بها مام للعرس، يروحوا بها كوكتيل كومبلي، لابسين الحوايج تاع العرس بالمطوات. كيفاش بديتي؟ قولي لهم واحد زوج ثلاثه اللي راهم حابين يبداو. ثلاث نصائح اللي انا اعتمدت عليهم في حياتي وفي مشروعي، انه الحاجه كي حابه حاجه ديريها، ما تقعديش تزيتي وبدي تخمي ولو كان باسكو دا ما تاخديش الخطر ولا الريسك، ما حديري والو في اي مجال. المجال الثاني لازم دائما تسعي انك تطوري من نفسك، ديري دي فورماسيون، تتعلمي، تروحي لورشات، باسكو كل ما تعلمي والله كلمه احيانا تقراها في كتاب تبدل لك تفكيرك في المشروع تاعك. والتروازيم هي الماركتينغ، لازم تعرفي فن الماركتينغ والتسويق. ما لازمش شيء التسويق تاع العام اللي فات، التسويق تاع هذا العام وهذا الشهر ميزاجور، لانه التسويق يتغير ولازم تكوني في مواكبه وديري ميزاجور دائما. علاش نشوفوا بزاف شركات خسروا مكانتهم؟ علاش؟ لانهم مش تكبروا، يعني قعدوا كاري، ما حبوش يواكبوا العصرانه في التسويق. يواكبوا العصرانه، يقول لك انا مواقع التواصل الاجتماعي هذوما ما ندخل لهمش. لازم عندك شركه لازم تدخل مواقع التواصل الاجتماعي، لازم تكون موجود في كل البلاتفورمز وفي كل المجالات. يلا سميحه، ربما السيدات اللي راهم يشاهدوا فينا الان كما قالت اميره انه خايفين وتقول لك لا ما نقدرش نبدا، وبالك نبدا كذا، وبالك ما كاش اللي يدعمني، وبالك انا ما عنديش، وهذوك زوج دور وما نقدرش نريسكي بيهم وكذا. راهي تشاهد فينا الان، واش ربما الرساله الاولى اللي تقوليها لها؟ واسكو لازم يكون عندك سند واحد موراك يقول لك ديري باش تقدري تبداي مشروعك؟ مثال نعم. الوغ اي فكره تجيك في راسك لازم تصدمي لها، لو كان خلوها تروح لنا المكبوتات تاعنا كيما نقولوا، تروح المكبوتات. الوغ من بعد شغل هذوك يبداو يجوك لي زيدي نيجاتيف، سورتو يبداو يدخلوا لنا الافكار السلبيه، هما اللي يبدلوا لك كامل طريقه التفكير تاعك. ولا راحت لك هذيك الفكره سي بون، من بعد تقعدي صوتي من مشروع الى مشروع، ندمه ثاني تندمي. واحد النهار قلت لهم تخيلي دي 5 دقائق من وقتك، تخيلي في عمرك 70 سنه، وشنو هالحاجه اللي تقولي عليها يا ريت يرجع بيا الزمن ونديرها؟ هذيك الحاجه نوضي دوكا ديريها قبل ما تلحقي 70 سنه ويرجع بك الزمن للور. اكزاكتومون صح، كيما نقولوا نضربوا الحديد وهو صخور. فوالا لازم نضربوا الحديد وهو صخور، سينو لو كان تقعدي غير تخافي ما الخوف ما حش يخليك تافونسي في حياتك. حنقولي دائما خايفه، ما بديري الحاجه تقعدي توجو خايفه تخسري هذيك، وهذا هو الخوف. هو شعور طبيعي في الانسان، في كل يجي مع اي تجربه جديده. بيان سور. سميحه انا حبيت نسقسيك اسكو صرالك ديجا يعني موقف ما على باليش انا كيما حنا نسوقوا الطوموبيل، حنا نسا ما نعرفوش بزاف، نعرفوا نعمروا الماء ما نعرفوش كاع، زعما منين انا صعبه نزورجي الزيت، نهضروا على روحكم درش علينا، نهضر على روحي كاين ناس ما نعرفوش، نعرف نبدل زعما الروضه الا طحت اونبان هاد الصوالح. اسكو زعما سيدتي امك تدخلي في هذا المشروع تدي شويه ميكانيك بالك طيحي، ولا واش صرالك ديجا في صراتك حديثه؟ يلاه حديثه، هي صارت لي حديثه اللي ما عندي ما ندير لها، باسكو دخل لي مسمار. سي بيغ، ماشي لو كان مسمار شويه، سي فيس، فوالا فيس تخلي في الروضه اريير. سي سيتي الروضه افون نقدر نسلكها، عندي شويه تاويل في الموطو ايتو، ما لقيتش واش ندير. من بعد هذيك كانت جويه 8. حاولي ديرنا شركه توصيل 100% نسائيه باذن الله، وتكون اول شركه توصيل من هذا النوع في الجزائر باذن الله. كاين بزاف نساء يحبوا يليفريو في ليلو عايشين وحدهم وما يكومونديوش باسكو ليفريو الراجل يخافوا. كاين مليحه، كاين تلاقيت بزاف نساء اللي يقولوا لي انا جو بريفير نخدم معاك انت يا مراه كون نخدم مع راجل. شفتي يعني عروض الطالب، يعني طلبات العمل موجود. كانت اكثر من طرف النساء ولا الرجال اكثر؟ من طرف النساء، ما من الرجال ما عنديش بروبليم نخدم معاهم، مي بوكو بليس النساء كانوا عندي بزاف. يعني يقولوا لي خلي لي هكا من داك يحبسوني في الطريق بالطوموبيل، يقولوا لي خلينا كونتاكت تاعهم تاعك، باسكو انا سكوتور تاعي فيها مالات من اللور تما باينه سي بوغ لا ليفريزون ماشي هكاك نخدم برك. غلفتها دارت لها باللي رقم الهاتف وكاع ولا لا؟ مازال ما درت لهاش، مي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اني كونسيبت في راسي باش نديرو. الغوز اللون تاعها بوسيبل يدخل فيها الغوز، وي لازم الغوز اللون ان شاء الله. شكرا لك سامحه، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله نستضيفوك في يوم ما في قناتنا ان شاء الله باكبر مشروع ان شاء الله حققتي، لانك فعلا امراه ناجحه. ربي يحفظكم ويعطيكم الصحة تعيشي. شكرا. قعدي معنا سميحة، راح نكملوا احنا تغادرينا بعد الفاصل اكيد، احنا نكملوا مع مشاهدينا الكرام في فقرة اسلوب حياة مع سارة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام في أسلوب حياة. هذه الفقرة تاع اليوم خصصناها باش نحكوا على الملابس الجاهزة بلمسة من التراث الجزائري. الله يبارك تراثنا يزخر بالملابس الجميلة، عندنا 58 ولاية وعندنا من كل ولاية لباس تقليدي. علاش ما هذوك الألبسة التقليدية ما ندوش منهم الفكرة ونجسدوها في ملابس يومية نقدروا نروحوا بها للخدمة ونخرجوا بها. معانا ضيفتنا السيدة سونيا عطلة اللي راح تحكي لنا على مشروعها اللي مزجت فيه بين التقاليد وبين العصرنة. واش راكي سيدتي؟ صافا الحمد لله. راكي مليحة؟ شكرا الحمد لله. مرحبا بك. بك تعيشي. شكرا. شوفي غير دخلتي شفت الجيلي تاعك هذايا بزاف عجبني، فكرني في جفيف فولارات زمان كانوا يخدموهم من هذا التيسيو والجبات اللي نلبسوهم في الدار تاع جداتنا، فيهم هذا الالوان وهذا لي موديل تعطي له لمسه عصريه هكذايا ولا انجيلي بزاف شباب. يعطيك الصحه. احكي لي كيفاش حتى جاتك الفكره باش تمجزي بين التراث وبين العصري وتخليه حاجه نقدروا نلبسوها يوميا. مساء الخير وشكرا على الاستضافه. دونك فوالا ليدي جاتني يعني من لي فواياج تاعي، من المعيشه يعني اللي نعيشوها كل يوم، جاتني من يعني من جداتي ربي يرحمها فوالا، من لي تيسيو القدم اللي عندنا، وعلاش ما نحيوهمش على كو احنا عندنا تراث اللي راهو بزاف بزاف غني بالاقمشه وبلي زيدي بزاف بحوايج، عندنا باك جراوند يعني فريمون انورمون الجيري فوالا. هل المرأة الجزائرية تشوفي باللي عندها إقبال على هذا النوع من الملابس؟ باسكو حنا بالك نخرجوا نقضوا ولا نخرجوا نخدموا ولا نحبوا حاجة سامبل، حاجة ماشي شارجي، حاجة ما تعبناش، حاجة تكون بخاتيك. تسمى كي تقولي لها فيهم لمسة جزائرية تقول لك بالك ثقيل شوية بوغ فات بوكو بلوس، فهمتيني؟ كيفاش الإقبال تاع الجزائريات؟ إقبال كبير، ستادير المرأة الجزائرية تحب أنيقة إليغونت فوالا، وتحب ديما جديد وتحب ديما حاجه اللي كاينه تكون توندونس. دونك سي تا نو دو 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 لوي ستادير نهيئوا لها ونديروا لها نعطيوها الجديد هذا اللي هو من تراثنا، يعني نقدروا نهزوا من تراثنا بزاف حوايج. الكراكو يقدر يتلبس دون فاسون تري سامبل اي سوبتيل، وكنا شفنا يعني مصممين عالميين داو افكار من الكراكو الجزائريين بيناتهم إلي صعب، شفناه في الرانواي تاعو دار دي فيست تاع كراكو بدي بونطالون وتنسبيره هو من محوايجنا حنايا اللي لازم حنا نبداو نخرجوا فيهم للعالميه الان ونمدوا هذا الطابع السهل في اللباس تاعهم، ما نشوفهمش غير تقال هكا يتلبسوا غير في العراس في المناسبات، نعطوا لهم هذاك الطابع السهل هكا ماشي غير اللي صعب. إيف سان لوران كي شفتيهم كريستيان لاكروا يا بليزيور كرياتور اللي سو سونت انسبيري دو نو ستادير دو نو تونو تراديسيونيل اللي هو الكراكو اللي ont donné beaucoup d'élan. حنا on peut aussi bien sûr on peut développer dans la simplicité. وشنو اهم القطاع في التشكيله تاعك؟ عندك دي غوب، عندك دي او مع دي بونطالون، دي جيلي هكذا، واش فيها التشكيله تاعك؟ لو بريت ابورتي مازال ما حطيتش عليه فريمون كيما نقولوا اللمسه تاعي مليح، راني غير في تراديسيونيل وسورتو تاع المنطقه تاعي اللي هي الاوراس، راني في الملحفه وراني في القندوره الشاوي pour l'instant et je vais tout doucement pour développer ce qui va vers le prêt-à-porter. زعما الملحفه الشاويه في معاصرنا كيفاش راح نشوفوها؟ نشوفوها نقدروا نشوفوها بورتي تو لي جور، ديجا درت في لي كرياسيون تاعي elle se porte avec un jean, elle se porte avec un leggings, elle se porte avec des bottes des Santiago, elle se porte avec un chapeau, elle se porte sur dans un terrain je ne sais pas moi, dans un club équestre, elle peut se porter tous les jours dehors à l'extérieur, برا نحن نقضيو بها. دونك أنا حبيت نوصل هذه لا فاسيليتي دو. وقتاش تلحق الموضة في الجزائر وين نولو نشوفو دي فاشن شو ربيع وشتاء صيف وخريف؟ هذه متى؟ سؤال يعني فريمون حساس ومليح باسكو لازم نديفلوبيو لو سيكتور هذا تاع لا مود. لو سيكتور تاع لا مود هذا ني با انكور اسي بروفيسيونيل. دونك لازم تكون دولة ان شاء الله ونطلبوا من السلطات يديفلوبيو هذا السيكتور من التكوين المهني حتى الجامعي، يعني يروح مع لي بوزار، يروح مع ان سيكتور كي فا اتر كونساكري اونيكمون لا مود. دونك باش نوجهوا لي جون هذو اللي يحبوا يوليو دي نوفو ستيليست دي نوفو موديليست تكون عندهم يعني اون كاناليزاسيون في القرايه نتاعهم باش يروحوا يديروا لي كرياسيون دو مارك تاعهم. ان شاء الله سلطات ان شاء الله ان شاء الله يا ربي، باسكو كاين بزاف مصممين ومصممات جدد رانا نشوفوهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني خدمتهم ما شاء الله، ولكن لازم تبان ولازم يسلط عليها الضوء باش نديروا دي فاشن شو جدد هكذا. الناس اللي ما تعرفهمش اللي ماشي مشهورين في لي ريزو سوسيو لازم يبانوا وما يستغلوهمش، ما يستغلوهمش ناس اخرين مصممين كبار يديه ويديروا تصاميمه وينسبوهم ليش في نهار صارت بزاف. ربما نطلب منك في الأخير توجهي رسالة الكامل للمصممين، وإن شاء الله المصممين تاعنا تاع الجزائر الكبار ولا الجدد يتفاهموا ما بيناتهم ويطلبوا من السلطات كما قالت يولوا يديروا لنا دي فاشن شو ونشاركوا فيهم ويشاركوا فيهم كامل ونشوفوا إبداعاتهم ونتعرفوا عليهم أكثر وأكثر. نخليكم مع رسالتها، تفضلي. رسالتي إن شاء الله تكون السلطات سورتو السيكتور تاع الثقافة c'est-à-dire le secteur هذا développé un peu plus, oui canalisé avec des formations, avec des écoles, avec des certificats, avec des diplômes, باش comme ça les jeunes هذو يكون عندهم امل انهم يوصلوا يبدعوا في هذا المجال وما يكونوش مستغلين، يعني باش يوصلوا للطريق راه شوي صعيب. لازم يكونوا يعني فريمون بيان كاناليزي ويتحدوا ويمدوا يعني لي ستيليست الكبار هذو اللي عندنا لي كرياتور يمدوا ستادير يكونوا الترويست ويمدوا اليد العون لي جون هذو اللي طالعين. صح صح، شكرا شكرا ليك، يعطيك الصحة. كانت هذه فقرتنا أسلوب حياة، ننضم للزميلات باش نكملوا بقية الحصة. فقرة رائعة انضمت إلى البرنامج وحبيتوها تفاعلتوا معها بزاف، شكرا لك سارة على كل المعلومات اللي خديناهم. فقرة أخرى كذلك نستفادوا منها بزاف في كل مرة، راح نشوفها مع أميرة، فقرة أمومة وطفولة. يلا عاد رجعنا لكم أعزائي المشاهدين في فقرة أمومة وطفولة، واليوم رح نهضروا على موضوع السكري عند الأطفال مع أخصائية التغذية ماريا. مرحبا بك. الله يسلمك، شكرا أميرة. أنا نشوف بزاف دي زانغريديون قدامي، لكن نخلي لك أنت المختصة والأخصائية تحكي. ألوغ موضوع تاع اليوم يعني موضوع شيق وراهو يقيس بزاف الأطفال يعني دو بلوز أون بلوز. واليوم يعني رأيك شنو السبب لو يقيس السكري الأطفال هذه الفترة الأخيرة الآونة الأخيرة؟ نشوفوا بزاف أطفال عندهم مرض السكري للأسف. بون ديجا النمط تاعنا تاع الحياة تبدل بزاف يعني نشوفوا هذه الأونة الأخيرة ولا ديجا الأم قبل ما تكون حامل ديجا هي يقدر يكون عندها السكر، دونك لونفون تاعها يقدر يكون عندها السكر. وكاين كذلك لو مود دو في يعني، ومام ما نساوش بلي غير ما كان كاين الكوفيد، دونك كاين بزاف اللي جاهم السكري من الكوفيد. دونك والأطفال خاصة يجيهم سي اون كوز كيما نقولوا أوتو إيمون، يعني المناعة الذاتية، دونك يقدر يجيهم السكر من المناعه الذاتيه تاعهم. هذه هي دونك سوا ليغيديتي ورثه ولا المناعه الذاتيه، هذو هما السببين الرئيسيين عند الاطفال لو ديابيت دو تيب النوع الاول. واليوم جبت لكم المجموعات الغذائيه اللي لازم يتناولهم اللي عنده السكر فوالا. دونك الحاجات اللي ما راهمش هنايا بون بالك نسينا بعض الاغذيه ولا بصح على بالنا بلي كاين 7 مجموعات غذائيه في الهرم الغذائي. وفي القاعده تاع الهرم الغذائي كاين لاكتيفيتي فيزيك اللي هي الحركه البدنيه. الحركه البدنيه لازم يكون يمارس رياضه ولا فوالا، لازم اوموا حركه يا لو كان يمشي واحد لي بارون تاعو يخرج يدير يلانسكريف دون اون سال دو سبور ولا لو سبور اللي يديروه هكذا في المسيد ولا. المهم يعني لي ديرني ريكومونداسيون تاع المنظمه العالميه للصحه داروا الحركه في لاباز في القاعده تاع الهرم، قاعده الهرم فوالا. اوكي من بعد في مور الحركه عندنا الخضر والفواكه، دونك عندنا هنايا الخضر وهنايا اذا شفتوا راني دايره بزاف تاع الخضر اللي اللون تاعها اخضر. علاش؟ لانه اللون الخضر هذوما غنيه جدا بالالياف، دونك سيو كيفاش ولادكم توكلوا لكم توكلوهم لي ليغوم اللي فيهم لونهم اخضر هما اللي فيهم الالياف اكثر. وي اوكي دونك هنايا لازم تسيو تعطوا لي زونفون تاعكم الخضر اكثر واكثر. وكي تقولوا لي نسي نوكل مي زونفون الخضر على شكل سوب، عرفوا باللي كي نديروا اون سوب ولا البويون ولا اسمه كيما حبيتوا في المجتمع تاعنا عندنا بزاف فوالا الالياف هذو كامل هما عباره عن خيوط، هذوك الخيوط كامل نرحيوهم دونك يروحوا الحل. دونك هنايا سيو كيفاش ديرهم دي غاطا حاجه تيحبوهم كثر، سورتو لي زونفون نقدروا نديرهم فخوماج باسكو او فيه بروتينات كذلك، دونك دومي مال كيما نقولوا كيفاش يعني المهم ما يدخلوش في الفرن ولا نقدروا ندخلوهم في الفرن. لا لا كونترير نطيبوهم نخلوهم خضوره ولا معليش، بصح عرفوا بلي الخضر قد ما راح نطيبوهم قد ما راهم رايحين نقصوا في القيمه الغذائيه، وان بلوس اذا حولناهم يعني رحيناهم ولا راح يكون فيهم الالياف يروحوا. اوكي بعد نقولوا اللحم ياك قولي لي نجيبه مازال. اوكي يعني الطبقه اللي جايه موراها سي النشويات. دونك النشويات واش عندي الخبز دو بريفيرونس يكون كامل، خبز كامل ماشي الخبز الابيض. ابخي اذا ما لقيناش كاين غير الخبز الكامل باسكو رانا نهضروا على العائله الجزائريه كامل عندها هذاك لو كامباكات نخدموه في الدار، مام اللي ما قدرش نخدموه في الدار كي يكون خبز ابيض لازم توجور يكونوا معاه الياف باش ينقصوا الامباكت تاعو، يعني اوليو السكر حيطلع لي ضربه واحده حيطلع بالتدريج باسكو الخضر حيكون يجيبوا الالياف والالياف راح يساعدوا باش الامتصاص يكون تدريجي تاع السكر وما يطلعش السكر ديريكت مباشره. فوالا عندنا الارز، دونك عندنا الارز عندنا العدس وعندي لي بات، دونك هنا خيرت بعض العناصر وعندي حتى البطاطا، دونك هذه كامل عائله واحده. دونك اذا الطفل تاعك كلا باغ اكزومبل بطاطا ما نروحش نبدلو الخبز معاه، اذا كلا المقارون يعني لو دوزيام بلا وكاين شلاضه ماشي يروح ياكل شلاضه ويغمس بالخبز ومع يزيد ياكل مقارون بعدك يقول لك طلع له السكر، لازم هاد اللي يمدوا له حاجه من هادوما فوالا. اذا كي ياكل الرز وحده سي با لا بيس مع البطاطا ولا الخبز ولا اوكي. هذه هي موراها عندنا الحليب ومشتقاته والبروتينات، دونك هنايا عندنا هاد العائلتين، دونك هنايا الحليب ومشتقاته وعندي كذلك اللحم فوالا. دونك هذه تكون مقسومه على زوج باسكو هادو كامل يجيبوا لي بروتينات داكور. اوكي دونك هنايا عندي هادو بروتينات حيوانيه، هادو ينصح انه الطفل يتناول، وهادو ما تاني حيوانيه الحليب حيواني صح 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 هادو اللي نباتيه يعطيك الصحه اميره كي جايبه لها لا في تقلقش روحك جايبه خبر. اوكي فوالا العدس بروتينات نباتيه، دونك اذا في الطبق زعما نقولوا تاع هذاك الطفل كاين غير العدس اوني با اوبليجي نعطوا له اللحم ولا نعطوا له البيض. اوكي بعد كي في القمه تاع النهار ومن بعد هذيك راح نلحقوا للدهون. دونك الدهون واش كاين زيت زيتون، هنايا جبت كذلك زبده الفول السوداني. علاش؟ باسكو صباح بتي ديجوني كاين بزاف لي ديابيتيك يحيروا واش ياكلوا، دونك نقدروا ننصحوهم يديروا اون تارتين يعني هذه بين قوسين اون تارتين شويه تاع زبده الفول السوداني هاودا ان بوتي ديجوني يكون صحي لوليدو، ويقدر يزيد معاه مام حبه تاع فاكهه. هذا سي ان بوتي اكزومبل تاع بوتي ديجوني يعني بوتي ديجوني تاع الطفل عنده السكري نقدروا ناخذوا قلتي خبز نديروا له فيه زبده الفول السوداني وحبه لانجاس اون بورسيون تاع الفاكهه اون بورسيون يعني حبه تكون متوسطه. نزيد ما نعطي لهم اون استيس الامهات باش تعرف اسكو هذيك الحبه توالم ولا ما توالمش، تشوف على حسب الكفه تاع اليد تاع الطفل، دونك تحطها هنايا اذا غلقت بزاف صافي الحبه راهي صغيره شي هذاك التفاح صغير اللي يتباع تلقايه صغيور، وكاين اذا جات الحبه زعما باغ اكزومبل طفل صغير تحطي له رمانه هكذا سي غون عليه دونك لازم له حاجه اصغر. وقالوا كنشوفوا يدي ويديك ماشي كيف كيف كل واحد على حسابه. يعطيك الصحه. نقطه اخيره قلنا لاستيوس باش الدراري ياكلوا الخضر تاعهم، كنشوفوا بلي الدراري انا وحده نعاني من هذه المشكله، كيفاش نقدروا نديروا لهم باش نعرفوهم على الخضر ولا نحببوهم في الخضر؟ جوستومون قلت لك سيو كيفاش نديروا لهم جينيرالمون لي زونفي يحبوا لي غراتان، دونك نقدروا ندير لهم لي غراتان ونرموا لهم الخضر تما لاصوب. انا لاصوب زعما نحط له الخضر ما ندير له والو. لا شوفي هي معليش زعما هكذا وليدك الحمد لله ايلي با ديابيتيك الحمد لله فوالا معليش تعطي له لاصوب، بصح دوكا اذا كان واحد عنده السكري حنا رانا نسييو سي فري كو عند لي زونفون لا بريز اون شارج ماشي كيما عند الكبار، لانه لك مريض كل ياكل اون ادابت لا اون ادابت لانسولين ثاني كيما عند الدراري الصغار دي فوا لانسولين نديروها بعد الوجبه. اوكي علاش؟ باسكو ني با سيغ بلي هذاك الطفل حياكل كامل الماكله تاعو، دونك لو كان يدير الانسولين وما ياكلش راح يحبط له السكر. الوغ معليش عند الدراري نقدروا نديروا الانسولين بعد الاكل ونديروا له شويه من كلش، خاصه السكريات البطيئه اللي هي النشويات. شكرا ماريا، دائما تفيدينا بنصائحك القيمه. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين نقول لكم ربي يشافيكم كامل ويشافي ولادكم، تهلاو فيهم ونتلاقاو في جلستنا. لحقنا بعد فقرة أمومة وطفولة، شكرا أميرة استفدنا منك كثيرا. لحقنا إلى فقرة الضيف، وهذه الفقرة نحبوها بزاف لأنه يزورونا ناس بزاف عزاز على قلوبنا وعلى قلوبكم، ناس حبيتهم من خلال الشاشة، ناس خدموا الفن الجزائري بصفة عامة. فنانتنا اليوم الفنانة اللي قلت لكم المتألقة الجميلة الرائعة صاحبة الصوت الجميل الأنيقة حسيبة عبد الرؤوف. زغرت عليك حسيبه. مرحبا مرحبا مرحبا. زغرت غير هذيك تاع بالعقل. يو 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 نورتينا. الله يسلمك. مساء الخير. قلت لهم الانيقه اللي ما حبتش كامل تكبر، ما خلتناش كاع الدالات نطلعوا شويه. حبيبتي مرحبا بك، تفضلي يخليك. نورتي القاعده باناقتك وبالقفطان والحطه. ما السر؟ واش كي تاكلي حسيبه الصباح؟ فهميني واش كي تاكلي الصباح العشيه واش كي ديري؟ نقول لك قبل كل شيء نقول لكم نشكركم على هذه الدعوه هذه. انا نقول راني مع عرايس الله يبارك، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. وماشي غير في العراس اللي نلبسوا، ماهوش لازم قعدات كيما هذون. انا انسانه تعرفيني نحترم بزاف في البلاطوات، ونحب نشرف المراه الجزائريه. راكي مشرفتها دائما، راكي مشرفتها بصوتك بفنك بحضورك الرائع بتواجدك، يعني دائما لاكوب صبيغه ما تبدلش كامل تحاسيبها تقعد هي انا شعرها ما شاء الله. عايشك يسلمك عايشك. الله يبارك عليك. يقولوا الاناقه والرقي والغنى الشباب وصوتها ما شاء الله عليها. ونقولوا حسيبه عبد الرؤوف خدمتي بزاف عراس الله يبارك، سنوات وسنوات. صغيرة الاعراس العائلات. شوفي خدمت اعراس كنت مع الوالده ربي يرحمها، ربي يرحمها، وجيتي بيانيست مع لا مامون الله يرحمها. دونك في عمري 15 16 كنا نخدموا الطهاره بزاف. لما الصغير هذاك اللي خدمنا له الطهاره يكبر يلحق الزواج تاعو، وخدمت له انا عرسه. من بعد العرس يتزوج، شوف يزيد عنده صغير يزيد يطهر، وتصيبيني انا خدمنا له. تولي فرد من العائله. والله العظيم صدقيني اميره خدمت له ليه الطهاره تاعو. كاين حتى الفيديوهات اللي الناس يعني يقول لك شوفي سبحان الله خدمتي الطهاره تاع فلان وزاد عنده ولد وطهرته ولحق للزواج. نطلب الله ان شاء الله هذو اللي خدمنا لهم كامل سي ان بليزير، يعني كي تشوفي الناس هكذا تقولي الحمد لله. شاركيهم فرحتهم، يعني حاجه وما تتنساش، يقعد حياته كاع ما تفكرك. شحال خدمت عراس، واش تزوجت، واش طهرت الدراري، واش اللي تزوجوا وكبروا. الحمد لله. في العوائل في العائلات نشوفوا بزاف يصراو هكا مناوشات. كيما جانا فنان من قبل كان معنا شلباله، وشلباله نظن كان معنا حكى خطره قال باللي العريس بطل، قال لهم خلاص انولي كلش، عاود خدم له عرسه. قالوا شد العربون، عيط لك المره الجايه في عرسي مور شهر، عيط له قال له روح بدل العروس، بدلت لا دات ولقيت واحد اخر روح نديروا العرس. مي هذه ماشي غير العريس، هذه انا كنراو لك مواقف. وي انا صرا لي كان عندي ما تفهموش، بقات سمانه ما تفهموش خلاص. ومولات العرس قالت لي شوفي ما نقول لك على العربون نرديه ما والو. شوفي سبحان الله قلت لها مدام شوفي هي فيها خير والله، غير قعدت عامه قالت لي اون سي جامي كش وليدي ينوب عليه ربي ولا ما نعاودش نولي لك. ما يروحلكش عربون. كان هكذا نتفاهم مع لي كليونت تاوعي، والعربون كون نقعد ديزاني ما يروحش العربون. صافي بليزير. هذه دنيا. إبان العام هذاك كي عاودت لا ميم بيغسون هذيك العروسه بدات عاودوا تفاهموا ولاو. شحال فرحت الحمد لله. والله غير كانه نفسي شحال فرحت والحمد لله. حسيبه صعيبه انه توافقي ما بين البيت، على بالي انت امراه متزوجه بوليداتك مالغري كبار، ماهيش هنا، راهي في الغربه، لكن صعيبه انك توافقي ما بين البيت والفن، خاصه يعني مرتبطه باعراس، ناس لازم تروحي لهم في كل اناقتك، تفرحيهم، تبدلي كامل هذاك المجهود، تعاودي تولي للدار تلقاي مسؤوليه واحده اخرى، فكيفاش تقدر توافق حسيبه؟ شوفي هذه الكلمه نظن نقولها السخن دابغ لا طاب. انا حسيبه انا انسانه الحمد لله في هذه الحاجه، نقول انا يعني ماشي انسانه ثقيله في خدمتي، ولو تشوفيني في خدمتي في هضرتي، تشوفيني في شغلاتي رزانه، لكن في شغلي وفي البيت لا خفيفه، منظمه روحي الحمد لله. نهار اللي كنت تكون عندي خدمه، الحاجه الاولاني نسبق فيها هي الماكله بيان سور، كما قلت لهم انني الحديد والمغزل، راني مع قهوتي وراني مع واش جو بريبار باسكو انا ما نفطرش كي يكون عندي العرس هكذا رايحه، ما نفطرش بصح كي نجي جيعانه نحب ناكل، نصيب كلش واجد. صحتك يسلمك يعيشك. وسمعنا بلي وليدك عنده حس فني، لو كان يحب يدخل المجال الفن قبلي. كي تهضري لي على مهدي يتعامل مع الفنانين، لكن ماشي في لا شونسون ولا نو، خطيه وليدي لا. واش وين مجاله، واش يحب؟ هو المجال تاعو التكنولوجي هذه، يتعامل مع الفنانين، الكليبات يلونسيك، يطلعك، يهبطك. كانت فرصه ربما لك باش نشوفوك في الكليبات اكثر؟ يا حسره يضل عقابي يا ماما ديري عن كليب، باش عندي اغاني جدد، درت اغاني، لكن انا شوفي انا انسانه اللي نحب نروح بالعقل سميه، ما نحبش ان كليب باش نروح نخرج هكذا ولا في شجره ولا في هكذا، نحب كليب يكون في قاني. عجبتني في شجره، تعنقي الشجره وطلعي غير منه هذيك تعني نروح نحب حاجه تكون مليحه اللي تناسب الاغنيه. لو كان حسيبه تزوج وليدها دير له هي العرس، وعندك تخيري 3 مغنيين اعراس تجيبيهم العرس تاع وليدك، شكون تجيبيه؟ يجوا كاع على بالي بيجوا كامل هما. زوجت ولادي وكملت وخلاص. معليش نفرضوا مثال، وانت تخيري اللي يعجبوك في الاعراس، شكون تخيري؟ والله ما خيرت، الفنانين كامل عرضتهم. هما كامل يجوك اصلا، تقول لهم حسيب عبد الرؤوف يجوا. كامل الفنانين عرضتهم، ما خيرت حتى واحد. شكون غنى في العراس؟ شوفي الاولانيه اللي زوجتها سيتي اون 2011، جي في ان تري تري غون مارياج، الحق جاوني كامل فنانين، لكن كان الشرط الوحيد لبنتي اللي شرطت لي وقلت لها ابدا يا ماما قالت لي نطلب والو، لو كادو تاعك ديري لي رانا جيناك والتعليله. قلت لها بعد التعليله انا براويه كي نكون نعلل فوادي نخرجو، نبكي وينك يا بنتي؟ ياه الوغ سيتي بريفي تجي فنانه تعمل لي الدخليه، ذاك النهار ما جاتش، وكانوا كاع فنانات ما شاء الله، باللي نقول لك غير اللي باسمها الله يبارك كامل جاو، سيتي لو كادو تاعها نطقوا ليا كامل، كانوا كاع الفنانين، وكان حتى مراد سيروني نحييه، كانوا حميد وكاع، قالوا لي تاخذي راهي طلعي ديري دخلي، والله ما حبيت، جي في سيلمون بصح طلع درت رانا جيناك لبنتي. مالا دير هذوك كامل العرايس اللي راهم يشوفوا فينا، درت رانا جيناك حسيبه، ودرت في عبد الرؤوف، درت انا التعليله لعروستي. صافي الله يبارك. انا نعلل ونبكي ودايره وتشي. ديري لنا شويه من التعليله. ليله واحده يلا تعليله. تعليله لا فان. معليش تقريبي خلاص. كي غنغزي لنا تعليله دوكا. ديري لنا رانا جينا. هاي. رانا جيناك يا ضوء عيني، رانا جيناك ناري يا نار يا لغوات حلوا صرايا الحبايب جات، ناري يا نار ما أحلى دارا ما أحلى سقيفة مع الفورة، ناري يا نار شهر العواشر هادي رحمة يا عين لقيوا بيه بين الحبايب لقي وبيه بين الحبايب يا لله أنا ما كملتهاش. برافو، صوت بدون موسيقى، حتى موسيقى ما شاء الله عليك، ما يحول ما يزول صوتها. أنا حاكمة عرس واحد، إن شاء الله ربي يوفقني ويقدرني إن شاء الله يا رب. يعني غير بالدف هكذا، غير مع نساب أغاني شوية تكون دينية، غير بالبنادر حبوا أنك تكوني حاضرة معاهم بصوتك. العروسة تحبني بزاف والعائلة دي يحبوني بزاف، وقاتك ماذا بيا تكونوا كيما زمان غير دربوكا وبنادر. أنا حاكماتو وإن شاء الله ربي يوفقنا ويقدرنا. نجيو معاك عرضينا، حاسين باقول لهم علاش دينا معاك نجيو. عطاش كي تكون لا ميوزيك يعني تريح شويه الفنان، لكن كي ما تكونش لا ميوزيك تكون يكونوا لي كوريست. ما نحتاجش والله ما تحتاجي والليلية محبوب قلبي وعزيز عليا. ايوا شوفوا نقول الصح وما نكذبش، ونقول الصح وما نكذبش، ونقول الصح وما نكذبش، وعلى ميمتي ما نصبرش. درتينا لامبيونس لا ريجا ميزانيتو في ودني. الامهات يرحم كامل اللي ماتوا يا رب. ربي يرحمكم ان شاء الله يا رب. قلتي باذن الله راح تعاود تولي كاين جديد. انا مازال شاده في الحمد لله، انا قعدتي قاعده غنايه غنى والحمد لله ما شاء الله. انا جو شوف نشرق ونغرب وين نروح، هذيك رانا جيناك والتعليله ما يموتوش عافي. مام شوفي كاين في وهران، كاين مداحات، كاين الفقيرات، كاين شوفي كل واحد والتقاليد تاعو، لكن يبقاو شادين. أنا با كونتخ سميه، ومعليش قلنا جديد حبوه، القديم لا تفرط فيه. أنا نقدر نسأل سؤال. شفنا مؤخرا بزاف يستعملوا الروبوتيك في الأعراس، في كلش، في كلش روبوتيك. نستعمل الروبوتيك. هو تحسير لنا وقتاش يعني؟ لا لتصحيح الصوت، مش نهضر لك الروبوتيك اللي كعيا ولا خلاص خدمتي بزاف، هذاك اللي ما عندهمش لافوا يستعملوا الروبوتيك. هنا اسكت قليلا. هنا ساسكت قليلا. شوفي كاين اللي عندهم حضور وعندهم وقفه وعندهم، لكن الصوت ما كاش تصيبيه. بالك يكون حافظ الاغاني وما عندوش الصوت يستعمل الروبوتيك. انا ما رانيش كونتخ هاد الفنانين اللي راهم دوك يخدموا يغنوا، قال لك الشمس كي تشرق على كل واحد، لكن انا نقول حاجه واحده. الروبوتيك يستعمل في الراي، يستعمل في الاغنيه الصيفيه، يعني كي نقول في الاغنيه القبيليه توسكي ريتمي، لكن العاصمي باش تغني باش رانا جيناك. ومال حبيبي مالو باغنيه شعبيه تغني، ما تقدريش دوك تغني موعود لك بالسعاده والخير بالروبوتيك. صح، هو الروبوتيك اللي يعرف له. شوفي انا ما نستعملوش في العاصمي خلاص، لكن تحتاجيه. شوفي لا شوفي دي فوا كي تكون ساتوري الخدمه، كونوا ساتوري الخدمه. انا نقول لي على مود يمد هذاك الدوبل فوا، نقول لي يمد الدوبل فوا شويه، بصح شويه مش بزاف. كاين اللي شنو اللي يقصحوا فيه بزاف، كاين اللي دي راي بزاف يديطوني منه، بدل يغير كل شيء. انا الروبوتيك هو يخافني، انا لو كان نديرو باسكو انا نلعب بالحبال الصوتيه. العرب تاعك ما شاء الله عليها، انا نلعب ندير الخانات بزاف بالصوت تاعي، لكن كي يكونوا روبوتيك يديطونيك يبان. قولي لي انت من لي ريزو سوسيو وين عندك صفحه؟ عندي صفحه انا شادينها ولادي، جات لي انا خاطيني. شوفي ما درت اسمي بالفيسبوك، هاد لي ريزو صح ما تلونسيت بيهم، ما تعلمت بيهم، ما قريت بيهم، ما شعت بيهم، لانكم تعرفتوا حاسبه في وقت ما كانوش كامل هادو فيه وتعرفتوا. من زمان هادوك ماشي ولادي اللي شاديني كامل، جات لي انا. قبل ما نروحوا لصندوق الجرأة نزيدو نسمعك شويه حاجه هكا. بروفيتي سمعي واش حبيتي، قلتي لي اغنيه الراويه الراي. وهنا مال حبيبتي ما جات، وهنا وصيب الردوايا، واي لا إله إلا الله بها بلاوني وهنا هنا مال حبيبي ما جاش وهنا هنا والعقل دوايا. الله تقول نقعد حصة جلسة ونسا حسب عبد الرؤوف في عرس مباشرة من جلسة ونسا وتقعد غير تغني تلقى الأسئلة تمولي صوتك رهيب بلا ميزيك بلا بندير بلا ميزيك بلا روبوتيك بلا حتى حاجة ما تحقيش صوتك ما شاء الله عليه وأنت ما شاء الله عليك. أنا معاكم رائعة. يلا عندنا صندوق الجرأة نروحوا على فاصل نروحوا لصندوق الجرأة فيه أسئلة تجاوبيني عليهم. خير إن شاء الله ده صندوق الجرأة وشنو لازم تكوني جريئة فيه. يلا لحقنا لصندوق الجرأة باش نشوفوا ضيفتنا لنا اليوم اسكو جريئة ولا لا. لا أنا لا لقيتك السؤال مش شباب نحيولك أنا بلا ما يعني خاف باش ما تجاوبيش عليه ولا نحيهولك نديرو شوية بيسطو أنا وياك. يلا نبداو بالسؤال الاول واش يقول. يلا كلمه او رساله الفنانين الاغنيه الرايويه الحديثه اللي يغنوا الراي هذا جديد واش تقولي لهم؟ شوفي مانيش كونتر لا ميوزيك شابه بزاف لكن الكلام برك نقولهم نسقموا شويه الكلام برك هذا ماك رساله في محلها. يلا سؤال اخر هذا واعر شويه. أحب أحفادك لقلبك وأقربهم ليك أعطيني بالاسم. دي واعرة واعرة كبدة. شوفي هذه نعطيك نقول لك صباعتين شوفي كامل كيف كيف اللي تنحيه وجعك بليتوما مش كامل كيف كيف بصح اللي تنحيه وجعك ما نقدرش ما عنديش خلاف. وشنو اللي في الغربة تغيدني نقول في الغربة وحدها اللي هادو قدامي لهنايا بصح نقول لي في الغربة تغيدني شوية دراري نتوحشهم. كانت صرات لك ديجا حادثه في العرس تاعها وين تسرقتي في العرس تاع بنتك وين تسرق لك كامل الذهب ويحبوك سراقين وزاد تسرقت لك سياره السياره الاولى من بعد الكوفر مازال ما بالش خلفتي على ربي. ربي يقول لك يخلف على الشجره ماهوش على اللي قطعها. صح ربي يعوضك ان شاء الله. ربي يعوضك وكلت ربي ما هدرتش. صح رفت عيني يا ونعمل وكيل ونعمل وكيل. ربي يقدرك ان شاء الله وتحيا لوليداتك وولاد ولادك ان شاء الله. هذا ما كان. يقال انك مغروره نوعا ما واش تقولي؟ نقولوا بلي متكبره انا نقول تجي عليها. مغالطين. شوفي الانسان اللي يشد نفسه انسان اللي ما يهدرش بزاف انسان اللي ما يرميش روحه يبان مغرور. لا او كونترير انا انسانه شوي تري جينيروز ونحب الناس وقلبي نحب الناس كيما نحب العمري نحب للناس. انا انسانه حانوت اللي نشري منه نوريه. صح معنى انتم فهموا المعنى. فوالا لو قلت لك الكاميرا امامك وقولي سمحي لي ولا سمح لي لما تقوليها الانسان مازالو موجود ولا انسان غادرك لما تخلي؟ لا الحمد لله ما عندي حتى اللي أنا من غير الأم العزيزة وخياتي دايما منهم دعاوي الخير الحمد لله سمحت لي دنيا وأخرى من غيرها ما كاش. أما اللي راهم على قيد الحياة نقول أنا الحمد لله أنا شو فام تري سامبل كوريكت اي ترونسبارونت دونك ما أديت حتى واحد واللي أديته ما نظنش أنا اللي أديته نقول له اسمح لي. أنا ما كاش إنسان أديته فوق أرض. كلمة واحدة لزوجك وواحدة لأولادك. الزوج تاعي نقول ربي يطول في عمره ربي يحفظه يخلي له صحته ويطول في عمر ولادي إن شاء الله ربي يخلي لهم صحتهم ومي بتي زونفون كامل كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها ونقول لهم نحبهم وعزاز عليا اللي ربي إن شاء الله يطول لي في عمري ونشوف أولاد ولادهم إن شاء الله يا رب. شكرا لك حسيبة كنت رائعة جاوبتي كامل العسل جيتي سهلين الحمد لله. أنا نخاف التحدي نخاف كاش حاجة لي سيربريز. لا احنا الفنان لازم يقعد مقدر وأسئلته رائعة وما كاش أسئلة اللي تحرج ويقدر ينحي حتى الأسئلة اللي ربما ما يقدرش يجاوب عليها. يعطيك الصحة حسيبة. أنا وياك نعاود نروحوا للبنات ونكملوا القصرة تاعنا. ما كاش مشكل تفضلي. فنانتنا كانت جريئة وجاوبت على الأسئلة وتعجبني فيها يعني عندها واحد الثقة في النفس وتستاهلي أنه تكون عندك ثقة في النفس لأنك في كل شيء يعجب. ما شاء الله ربي يحفظك إن شاء الله من كل شر. ربي يحفظك إن شاء الله من كل شر حبيبتي. يلا ولا راحت الثقه واش يبقى؟ صح ولا غير صح؟ تبقى تويقه. لا لا ان شاء الله دائما الثقه. يلا كملنا صندوق الجرأه. كاين تحدي نشوفوا. انا على بالي بلي انت شاطره، باش ما تقولي صاحبتي جابتني وقالت لي انا على بالي بلي انت شاطره، لكن عندنا القمجه جابتها فله هذه تاع كمال بوعكاز كي كان يتورني مع الحاج الاخضر، تعرفي هاد الاورانج هاي لحقت الجلسه ونسا طارت له قفله كامل، حبينا نخيطوها. نشوفوا حاسب عبد الرؤوف اسكو تعرف تخيط بيا ولا دوك نشوفوا التقنيات. كاين اللي يدير كلش وما عندوش. كنتي ديري بروديك شعب ساعه كنتي الخياطه. انا ما كنتش نخيط نرقع على نرقع بصح خياطه. لا لا ما نخيطش، لا لا خير ان شاء الله. شوفي ركبي القفله بسم الله ما جابش القفله، ركبيها وركبي وانت تغني كما يديروا الناس زمان. هذه تاع كمال بوعكاز هذه هي، قال لك خلطها تصفى. يلا مع الغنيه. صح يا اختي العزيزه العوينات شحال كبار، يعني عطيتوني عوينات ما شاء الله. زعبلي وتميلي هيا لالا تزعبلي وتميلي هاي لالا تزعبلي وتميلي أبت الصالح باي وملكتي ديني هاي لالا. عندي لا 70 رقعه هذه. خلاص هي لصقت سي بون. لا سي بون هاي خلاص سوليد يعطيك الصحه. فوالا ها غير تما عقدت الخيط. ها اه سي بون خلاص يعطيك الصحه. عطوها الكامل يلبسها. يلا شكرا لك حسيبه يعطيك الصحة. شاطرة شاطرة في كلش، في الصوت في البيت يعني شوية ترقع. لا لا ترقع نرقع مي باش نقول لك نخيط ما دخلتليش في راسي الخياطة. طلع الهدية تاعها فازت في التحدي. أكيد كيف فزتي في التحدي كاينة هدية يقدمها لك البرنامج. يلا ياسين نطلب من ياسين هي هدية كيما كانت. بصحتك. شوف أنا نرشق لك المفتحة هنا. Vous faites très très attention بالك أخي العزيز. شكرا ياسين. شكرا. يلا هدي. أوه الشامبوان سبحان الله. الشامبوان تاعك؟ والله العظيم غير الشامبوان تاعي. يا سبحان الله شكرا ميرسي ميرسي. دارما أكتيف هذا ممول البرنامج يهديك هذه المجموعة من المواد اللي للعناية بالشعر. شكرا لك. وطاحت صدفة خرج على شعرك. جربت خرج على شعري هذا باش نقول لكم سيداتي والله غير هذا خرج على شعري. يعطيك الصحه. شعرك يهبل. هيا تاليلا حنا خرجوا خلاص. انا قبل ما نقول لك تغني معليش تحطي تقدري تحطي قدام. يلا كاين بقاله بقاله ونديري لها التعليله. يلا نعطيك نستناو انا وصغيره في التعليله هذيك. راني نستنى انا نحبك ما نحبش نشقيك. ها معليش 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 نرفد وحده. يلا عيني شكات مع قلبي طاقة على الطاقة لا تواريها سلمي على لالا اللي قاعدة فيها. نجيب كاس الذهب ونسقيها نرفد غزالي ملحومة ونهرب بيها. بابا هذه تاعي ليا خرجت. أنا نتمناها للبنات لهم يتفرجوا فينا إن شاء الله. نتمناها كلم البنات. يعطيك صحة حبيبتي. أنا تحية للزوج تاعك اللي دايما مساندك ودايما كل ما نتلاقى حسيبة نلقاه. ما شاء الله والله قصة يعني نجاح وحب ومساندة. ربي يخليكم بعضكم. الحمد لله هي كبيرة ليه. يلا الكاميرا تاعك أمامك تقولي كلمة. واش رايك في جلستنا في قعدتنا نهار اليوم؟ بعد نسمعوا تاع ليلى خلصناك خلاص. مازال زيدوا لنا نقول له المخرج زيدوا لنا. معليش نكبروا رانا قاعدين كيف كيف. نقعدوا نختموا بصح نقعدوا. انا قاعد شوفي لانه النساء اللي راهم في البيت دركا يحبوا كاع يشوفوا اميره ساره سميه سيرتو حسيب عبد الرؤوف انا يحبوني سيرتو حسيب. انا قلت لك كي نكون في لاصال يجوا كاع يتصوروا معايا يجوا كاع يحبوني. انا نقول الجيري كاع تحبني. انا نستنى غير وقتاش نكمل نجي نتصور معك. نحبوك. نستنى غير وقتاش نكمل نجي نتصور. راس وعيني على راس وعينية على راسي وعينية حبيبتي. نقول لك حصة شابة بزاف ورانا في عرس راني في داشور جيت طليت عليكم. راكي في دارنا صح. شوفي جيت طليت عليكم قصرة دردشة وأغنية. الله يدومها إن شاء الله. الله يدومها وإن شاء الله ماشي غير هدية إن شاء الله تزورينا في الأول جيزيتي ما كنتش حابة ندي ما نخبيش عليك. لا لا ماشي نتكبر حاشا. أنا ريزيرفي شويه شويه ما نعرفش انا الناس واش رايحين يوجدوا لك، بصح كي عرفت كاين انتوما. الله يخليك حبيبتي، شرفتينا بحضورك حبيبتي، شرفتينا. يلا تعليله نختموا بها. ارياس مربوحه ارياس عمرها بالمال، ارياس والصبيان ارياس كل شيء بالكمال. ايا المشطه زيد ما بدها، صورت الغلايم عن قدها، مال ملبوها او جدها أو النصر الله لعالمين. وحنا يا على الله متوكلين، يا عروسة يا عرايسين، يا رقبة الزهار اليوم لهليل، دايما لهنا يا ناس العروس يا سيدي، يعجبني العروس كي يدخل الحارة سقاها بالورد على الفوارة. اليوم لهنا يا ناس هنيوها، بعد ما تنيوها روحوا وخليوها. بنتي يا بنتي يا مصباح نجوم، دارك دارك يا البنية ظلمي ما